دكتور شيرين احنا خلينا نتكلم كلام واقعي بيحصل على ارض الواقع النهارده عندنا الامهات معظم الوقت بيبقوا بيشتغلوا عندهم مشاغل الاولاد كمان بقوا شويه هايبر عايزين حاجات كتيره فالام بتروح سايبه الموبايل للطفل يلعب بيه احنا بنتكلم هنا على الطفل اللي عنده اربع خمس سنين على فكره احنا ما بنتكلمش على شباب تينيجرز او او مراهقين ده, ده قصه تانية خالص فيعملوا ايه يعني الامهات اللي خلاص سابت الـ الـ الموبايل ابنها قعد كتير وقت كتير على على الموبايل الام هنا تتصرف ازاي عشان تبتدي تلحق ابنها ان هو يدخل في المرحله دي اللي هي التوحد اللي هنعرف بقى بعدين علاجها من حضرتك ايه. تمام الام اللي بتلاحظ ان ابنها بيقعد اكتر من اربع او خمس ساعات على الالعاب الالكترونيه بقى سواء بلاي ستيشن الالعاب كلها او الموبايلات <applause> والكلام ده. آه، تبتدي بالتدريج تدخل معطى تاني على للولد يديله سورس للسعاده لان هو ابتدى يدمن زي ايه خلينا نفرق آه آه الاول قبل ما اقول السورس ايه خلينا نفرق بين حاجتين ان ان في ادمان وفي الوقت اللي مقنناه منظمه الصحه النفسيه اللي لو الطفل تخطى الوقت ده نسميه ادمان اللي هم ثلاث ساعات متقطعين خلال اليوم متقطعين مش متواصلين يعني يقعد على الالعاب لان مش معقول زي ما حضرتك بتقولي خلينا واقعيين كل الاطفال بيحبوا الالعاب فاحنا ما نزودش ما نخليش الطفل يزيد في الوقت عن ساعتين ونص او ثلاثه على الاقل <applause> احنا العاب هنا بنتكلم على كل بقى سواء بلاي ستيشن او كل أو, 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 أي حاجة. او كل الالعاب الالكترونيه كل الالعاب او موبايل او الالعاب السوشيال ميديا اي حاجه فكره او الالعاب انا بخصها بالذكر طبعا م. السوشيال ميديا ممكن يبقى فيسبوك او كده بس خلينا في الالعاب الالكترونيه احنا ثلاث ساعات متقطعين خلال اليوم، لو زاد عن كده هيتحول لادمان. طيب ايه المعطى الجديد لو انا لقيت ابني بيقعد اكتر من ست وسبع ساعات ويمتنع عن الخروج والمشاركه في مظاهر الحياه او حتى عن التحصيل ان هو يذاكر او كده، ايه البديل اللي انا اعمله كام والتصرف اللي اعمله علشان ابتدي اخلي ابني يتسحب بالتدريج من هذا النوع من الادمان. لان بيجيله اعراض انسحاب على فكره، يعني لو ام لو الام قطعت النت الولد ممكن يتعرض للاكتئاب وفي حالات بتوصل للانتحار. يعني في حالات لو من كتر ادمانه للعبه مش قادر يستغنى ممكن عنها خلص. مش قادر يستغنى عنها بتوصل للانتحار فانا ما ينفعش اقطع فجاه لو الطفل بيزيد في اللعبة عن ست ساعات وده ادمان انا ما ينفعش اقطع فجاه لازم ادخل حاجه تاني بتديله سعادة. زي لايك ايه بقى؟ زي برنامج رياضي <applause> لعبة يبدأ هو يحبها فيبتدي الأعلى حاجة بتديله دوبامين أو بتديله سعادة اللي هي اللعبة تبتدي تدخل حاجة تانية, تانية بتنافسها يعني. معطى اخر فيبتدي يبقى فيه بديل تاني ما يحسش بالاكتئاب معاه لو هو ما عملهوش يعني انا لازم ابقى فاهم السيكولوجيه بتاعت ابني ايه اكثر حاجه ممكن اللي هي تسبب له سعاده عشان لما احطها له تغطي على الحاجه التانية مش شرط بالضروره يعني انا اسف على قطع حضرتك بس مش شرط بالضروره يكون الرياضه في ناس مثلا ما بتحبش تلعب رياضه فساعتها هتعامل مع ازاي الرياضه انواع يعني مفيش طفل ما بيحبش يلعب رياضه انواع بس لازم الام الذكيه تستكشف انه انه مجال رياضي. رياضي الولد بيحبه يحب كره القدم بيحب كره السله تخليه يجرب كل حاجه وبالتالي هي بتسحبه كده من اللعبه بالتدريج تخليه يجرب كل حاجه كل لعبه وتشوف ايه اكتر لعبه هي انترستد الولد انترستد بيها وتبتدي مهتمد. تدخلها في الوقت اللي هو يزيد عن ساعات يعني ما تقطعش لعب الالعاب الالكترونيه خالص فجاه بالتوازي مع ده انا بحقق له حاجه تانية يحقق فيها بالظبط بدخل حاجه تانية تدي له مصدر سعاده وبالتالي كمان يكون هو حبها هيبتدي الولد بالتدريج اول اسبوع هبتدي اسحبه هيبقى مقريف شويه لان هو بيجرب حاجه جديده تاني اسبوع الاريافه بتاعته هتقل بعد تالت اسبوع بتتكون كومفورت زون جديده ان هو بيال للعبه الجديده او الرياضه اللي بيلعبها ونخلي الوقت بتاع الالعاب الالكترونيه لا يزيد عن الثلاث ساعات لكن ما الالعاب الالكترونيه فجاه لان الطفل ساعتها ممكن يتعرض لاكتئاب طيب